الأعزاء طلاب الصف الثالث من المرحلة الثانوية في لبنان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى أن تكونوا جميعا بصحة وعافية وسلامة بالقرب من ذويكم. اليوم بدنا نشرح من ضمن المحور الرابع الدرس الثاني، والذي هو بعنوان الانتخابات النيابية، واللي بيبدأ من صفحة 90 لصفحة 95 وفق كتاب الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإبحاث. بداية بدي أحب أشير إلى مسألة تتعلق بهذا الدرس تحديدا، هو أنه هذا الدرس الوحيد اللي خضع لتعديلات متتالية منذ وضع المناهج. السبب أنه الانتخابات النيابية تجري عادة وفق القانون يقره المجلس النيابي، ومعروف أنه المجلس النيابي يتألف من قوى سياسية عديدة ومختلفة وأحيانا متناقضة، لا بل هي متناقضة، تعتمد إلى يعني بخطاب السياسي إلى استمادة المواطنين ومحاولة إرضائهم، وإن كان بشكل ظاهري عبر ادعاء الوصول إلى قانون انتخابي يحقق تمثيلهم الصحيح. لذلك منلاقي نوع من الاستقرار نوع من اللا استقرار التشريعي بما خص نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية، أي قانون الانتخاب. على طول في عنا قوانين متلاحقة للانتخابات النيابية بالنظر إلى هذه الظروف التي بيناها. وآخر هذه التعديلات جرى بتاريخ 17/6/2017 بموجب القانون رقم 44، واللي على أساسه جرت انتخابات أيار 2018 وتشكل المجلس النيابي اللي نحن بظل ولايته. المركز التربوي قام ببعض التعديلات على ذلك إذا بدنا نقول بما يتوافق مع القانون الانتخابات اللي نسميه قانون الانتخاب النسبي، لكن ببعض المطارح لم يوفق إلى إدخال جميع التعديلات على متن الدرس. مثلا هو إغفال توضيح كل ما يتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات لناحية تشكيلة أو دورة أو تعيينها أو الجهة التي تعينها، علما أن هذه الهيئة هي جدا مهمة ويفترض أنها تحمي ديمقراطية العملية الانتخابية بكل أبعادها. كذلك في عنا بعض الثغرات بما يخص الشروط المؤهلة للترشيح، تحديدا بما يتعلق بفئات القضاة، رؤساء البلديات، نواب، رؤساء اتحادات البلديات، هيئة الإشراف على الانتخابات. لذلك أنا إذا بدنا نقول محاولة مني لسد هذه الثغرة أضفت للدرس، وحتلاقوه بهذا بالباوربوينت هون، أنه في عنا مستند إضافي رقم 2، المستند الثاني ضمن المادة 8 من قانون رقم 44/2017. طبعا هذا الدرس بيتناول مجموعة من الأهداف المعرفية اللي بتبدأ بالتعرف إلى أسس الانتخاب أو التمثيل النيابي، 2 الاطلاع على شروط الترشيح للانتخابات النيابية وأيضا الطريقة المعتمدة في توسيع المقاعد النيابية، 3 التعرف إلى المرجعية التي تفصل في صحة الانتخابات. طبعا نحن نقدر نضيف كمان أهداف معرفية أخرى تتعلق بالتعرف إلى الدائرة الانتخابية، تحديد الهيئة الناخبة الواحدة، معرفة كيفية تتم الدعوة إلى الانتخابات النيابية، والتعرف إلى إجراءات أو آليات الترشيح، كذلك موانع الترشيح أو بما يسمى شروط آليات الترشيح، وكمان نعرف حالات التمانع بين النيابية والمهام العامة الأخرى. بالإضافة للأهداف المعرفية، عادة كل درس بيكون عنده أهداف وجدانية يمكن تلخيصها بالآتي: تسمين الاختيار المسؤول ممثلي الأمة كونه يقوم مسار الوكالة النيابية غير الإلزامية، ولا بنشوف أداء خطورة هذا معنى أن الوكالة النيابية غير إلزامية. تقدير الأنظمة التي تعتمد الهيئة الناخبة الواحدة، ليه؟ لأنه هذا بيشكل جوهر المساواة بين المواطنين. 3 تثمين القواعد الإجرائية التي تهدف أصلا إلى تحقيق حد أدنى من النزاهة والشفافية لمن هو مقدم على تعاطي المسؤولية العامة، تعاطي الشأن العام. بعد أن توصلنا في الدرس الأول من هذا المحور إلى أن الانتخاب هو مرتكز أساسي وشرط من شروط تحقيق الديمقراطية، وبحثنا في المشاركة في الانتخابات، وبينا أهمية هذه المشاركة وشروط التي تفترضها وكيفية قياس نسبتها، وأيضا مدلولات تلك النسبة وانعكاسها على شرعية السلطة، وقد خلصنا إلى تبيان شروط الانتخاب الديمقراطي سواء لناحية أحكام القانون الواجب توافره لناحية بما يتعلق بالاقتراع، تقسيم الدوائر الانتخابية، تحقيق تكافؤ الفرص بين المشرع الشحين، أو
للأمور المتعلقة بالعمليات الانتخابية وسيرها، أو بما يتعلق بالحلقة الأخيرة منها تحديدا فرز النتائج وإعلان. سوف نتطرق اليوم إلى الانتخابات النيابية والتي اعتبرت دوريتها من أهم شروط ديمقراطية، كون هذه الدورية تحافظ على مبدأ إلزامية الرجوع إلى الشعب الذي هو مصدر السلطة والسيادة، لأخذ موافقته على من سيتولى إدارة دفة الحكم نيابة عنه، علما أن المجلس النيابي هو منطلق كل السلطات الأخرى في لبنان. سنبدأ بتبيان أسس التمثيل النيابي، بمعنى آخر خصائص الوكالة النيابية. قبل ذلك من المفيد الإشارة إلى ما هو متعارف عليه وشائع بين الناس حول مصطلح وكالة، أي عقد الوكالة، وما يترتب على ذلك من نتائج ومفاعيل قانونية. نسمع مثلا بالوكالة العامة، وكالة خاصة، وكالة غير قابلة للعزل، وكالة قضائية. كل هذه المصطلحات هي عبارة عن الوكالة القانونية، والتي تنظم العلاقة بين شخصين أو جهتين أو فئتين، لكنها لا ترتقي إلى مستوى الوكالة الدستورية أي الوكالة النيابية. لتوضيح ذلك نفترض أن شخصا مقتدرا ماديا كثير السفر يمتلك عدة مصالح مثلا، فلديه مركز تعليمي، معرض للسيارات، معمل للألبان والأجبان. طبعا هو لا يستطيع إدارتها جميعا حتى لو كان مقيما في لبنان، لأن الأمر يتطلب وجوده شخصيا في مركز كل مصلحة، فيقوم هذا الشخص بتوكيل أشخاص آخرين لإدارة كل مصالحه. فهذه الوكالات التي ينظمها لهؤلاء الأشخاص الهدف منها أن يمثلوه قانونيا، ينوبون عنه في تنفيذ المهام المطلوبة منه وتحقيق مصالحه. فيوكل مثلا أستاذا لإدارة المركز التعليمي، مهندسا لإدارة المعمل الأجبان والألبان، متخصص بإدارة الأعمال أو التسويق أو غيرهما بصفات محددة لإدارة معرض السيارات. هنا صحيح أن المؤهلات العلمية والمهنية مطلوبة، لكن الأكيد أن الصفات الشخصية أكثر أهمية. ليه؟ لأنه الثقة والإطمئنان ضروريان لدى الموكل بما يتعلق بعلاقته بالوكيل، وإلا لما ينفقدوا الثقة والإطمئنان إلى الوكيل سيتم حتما سحب الوكالة وعزل هذا الوكيل. وبالتالي هذه الوكالة هي بمثابة عقد ينظم العلاقة بين الموكل صاحب المال أو الملك وما بين الوكيل الذي يدير إحدى هذه المصالح. الأهم، ما هي الأسس التي تبنى عليها العلاقة بين الموكل والوكيل؟ الأكيد أنه هذه الوكالة ستلزم الوكيل بمجموعة أمور أبرز. الوكيل يجب عليه أن ينفذ الوكالة ضمن صلاحيات محددة، ولا يجوز له مطلقا الخروج عنها ولو بتصرف بسيط. ولازم نعرف أنه هذه الوكالة محددة المدة، يعني لمدة محددة. لا يجوز له مطلقا أن يتجاوز حدودها، وفي حال تجاوز هذه الحدود فهو مسؤول شخصيا. وإذا هذه تجاوز الحدود سبب خسارة للموكل فيكون ملزم بالدفع ولو من جيبه. هو أيضا ملزم بتنفيذ الأوامر التي يتلقاها من موكل. يجب عليه أيضا أن يزود الموكل دوريا وتباعا بالمعلومات حول سير الأمور في المصلحة، سواء كان حسب الاتفاق يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، على طول بده يعمل تقرير لمصلحة الموكل. أيضا عليه أن يؤدي حسابا إداريا وماليا لمصلحة الموكل. أيضا يجب، أو بالأحرى لا يجوز له أن يقوم بأي عمل أو تصرف إضافي خارج نطاق الوكالة. وفي حال عرض عليه أمر خارج نطاق هذه الوكالة يجب عليه أن يستحصل على توكيل خاص أو إذن خاص لكي يكون تصرفه قانونيا ونافذ. أكثر من ذلك، يمكن للموكل أن يعين وكيلا آخر إلى جانب الوكيل الأول، كما يمكنه حتى إنهاء الوكالة ساعة يشاء، أي أنه بيقدر يسحبها قبل انتهاء مدتها. وبما أن الوكالة هي عقد والعقد شريعة المتعاقدين، يمكن أن تتضمن هذه الوكالة شروط أخرى ربما أكثر قساوة على الوكيل لمصلحة الملك. الأهم فينا نقول أنه هؤلاء الثلاث أشخاص اللي قام هذا الشخص بتوكيله لا يجوز لأي أحد منهم
منهم أن يبادر إلى التدخل بشؤون المصلحة الأخرى. يعني مثلا لا يجوز لمن يتولى إدارة المركز التعليمي أن يتدخل بسيارة لو سيارة واحدة داخلة بنطاق معرض السيارات الخاضع لوكالة شخص آخر مطلقا. هيدا الشيء بدنا نوضحه أو بيوضح لنا خصائص الوكالة النيابية. هيدا الوكالة العادية. فيما يتعلق بالوكالة النيابية بنلاقي أنه هي يلي بيقوم الشعب عبر ناخبيه بتفويض السلطة أو الصلاحية لممثلين عنه، لأنه ما في إمكانية مادية لأنه يحكم هو نفسه بنفسه هذا الشعب مباشرة، فما في مجال لممارسة الديمقراطية المباشرة. لذلك أصلاً قامت الديمقراطية التمثيلية أو النيابية. ولحتى نفهم أكثر الوكالة النيابية نستعرض أهم خصائصها. أولاً هي وكالة تمثيلية. شو يعني وكالة تمثيلية؟ يعني النائب أي الوكيل هو يمثل الشعب أو الأمة أي ناخبي، وبالتالي كل ما يصدر عن هذا الوكيل يعتبر وكأنه صادر عن الشعب بذاته. هذا أول. ثانياً هي وكالة جماعية. لحتى نفهم شو يعني الوكالة النيابية هي وكالة جماعية، نعتبر أن لبنان دائرة انتخابية واحدة، فيقوم الشعب اللبناني بكامله يعني ناخبيه بتفويض الوكالة النيابية للمجلس النيابي بمجموعه. يعني بدنا ننتخب 128 نائب بلائحة واحدة، فبيطلع طرفي الوكالة مجموع، الشعب بمجموعه لمصلحة المجلس بمجموعه. ثلاثة هي وكالة عامة. شو يعني وكالة عامة؟ وكالة عامة يعني للوكيل أي للنائب صلاحية البت بكل الأمور التي تعرض على المجلس النيابي وهي بصلب اختصاصات. يعني كل شيء هو من اختصاص المجلس النيابي يمكن لأي نائب بغض النظر عن وكالة عامة ولا ما في عنا. هنا عنا وكالة خاصة بيقدر النائب أنه يقوم بعمل دون آخر، وإذا بده يقوم بعمل آخر هو بده يرجع ل لا ناخبي لحتى ياخذ منه الوكاله خاصه مثل ما شفنا بالوكاله العامه. لا، هو عنده صلاحيه عامه مطلقه بكل ما هو داخل في صلاحيه المجلس النيابي. أربعة هي وكاله غير الزاميه، وهون خطوره الوكاله النيابيه. كون هذه الوكاله النيابيه بخلاف الوكاله العاديه لا توجب على الوكيل اي النائب بأن يؤدي حساباً لناخبي. هذا واحد. اثنين، هو أصلاً غير ملزم بأي أوامر أو توجيهات. يمكن أنا انتخبت النائب على أساس برنامج انتخابي إكس، بس يصير نائب هو أدران أنه يتنكر لهذا البرنامج الانتخابي، وأنا ماني أدراني ألزمه بأي أوامر ولا أي توجيهات نهائياً ومطلق. أيضاً هذا النائب هو غير ملزم بالرجوع إلى ناخبيه عند التصويت على أمر ما. يعني عرض أمر جديد مثلا ما كنا متوقعينه وصار فيه، فهو من صلاحية المجلس النيابي بهذا الأمر، مع أنه ما نحكى فيه بالحملة الانتخابية وما غير متوقع. لما ينعرض على المجلس النيابي كل نائب لديه صلاحية بالبت به بدون الرجوع إلى المجلس النيابي، وهو يبت به سندا إلى قناعاته. وهم نلاحظ انه النائب عنده حرية، مش بس انه حرية مطلقة، هو متحرر ايضا من كل الالتزامات القانونية. ولهون لازم ننتبه كتير لأهمية حسن الاختيار اللي مفترض انه تنبنى على الثقة، على البرنامج الانتخابي، على التاريخ والخط السياسي لمن نود ان نصوت لمصلحته. أخيراً الوكالة النيابية هي غير قابلة للسحب. شو يعني غير قابلة للسحب؟ بمعنى أنه أنا ماني أدراني أني حاسب النائب في حال تنكره لكل ما كان قد أعلنه في حملته الانتخابية، أو إذا قام بالتصويت لمصلحة قانون ليس بمصلحة المواطنين خلافاً لرغبة المواطنين. إحنا مش قادرين، ما عندنا ولا إمكانية قانونية لحتى نسحب منه هذه الوكالة. فقط الدستور أجاز بحالة الجرم المشهود ممكن ملاحقة النائب وبالتالي رفع الحصانة عنه، وهو أمر
جدا متعذر، يعني صعب الحصول، نادرا ما يحصل. فباختصار فينا نقول أن خصائص الوكالة النيابية تتمحور أو يتلخص بالآتي: أنها تمثيلية، أنها جماعية، هي عامة، أيضا هي غير إلزامية. وهم خطورة أو خصوصية الوكالة النيابية أو الوكالة الدستورية وتميزها عن الوكالة القانونية الأخرى، وأخيرا أنها وكالة غير قابلة للسحب. ما عندي مجال نهائيا لسحبة، فقط أنتظر الانتخابات اللاحقة إذا هذه اللائحة أو هذا الخط السياسي أو هذا النائب عاد وترشح وكنت مش رضياني أنا عن أدائه، أو أنه خالف المصلحة العامة أو تنكر لوعوده، أنا أدراني أني حاسبه بعدم التصويت إليه. بهذه الطريقة أنا بحاسبه، ليس هناك من إمكانية قانونية أخرى.